منتصف النهار وقت انتظر عودة صديقك من السوق لأحضر الطعام. هل تريد مساعدتي بغسل الثياب؟ دعيني وشأني. لما أنت فظ أيها الرجل؟ ولما أنت كثيرة الكلام؟ أحب أن أعرف الناس وأحبهم أن يعرفوني، ولا سبيل لذلك سوى الكلام. أخبرني صديقك كيف تآمروا عليك ليسرقوا منك زوجتك، وكيف جعلوها تعتقد أنك مت. ما حصل لك بشع جدا. أتفكر باستعادة زوجتك من شهبندر التجار؟ كل يوم، ولا يمر يوم دون أن أفكر فيها وبوالدي الذي لم أره، وأظن أن لقائي بهما قريب. أتعرف؟ رغم فظاظتك ومزاجك السيء طوال الوقت، لكني أعتقد أنك تملك قلبا طيبا. ولما تقولين هذا؟ لأنك سمحت لي بالبقاء هنا. لو كنت جادا بطردي لما أبقيتني هنا لحظة واحدة. العسكر والعسس في كل مكان، فاضطررت أن أخذ طرقات أبعد. خفت أن تكون حملة على اللصوص وقاطعي الطرق. وعن ماذا يبحثون إذن؟ عن الأميرة رملة بنت الأكثم، يقولون إنها اختطفت من قصر الأمير عتبة. الواجب يقتضي أن نقابل الأميرة عتبة ونبضي له تضامنا، لا بل ربما يجب أن نساعد بالبحث عن الأميرة رملة. وأين ستبحث عنها يا شاطر؟ لن يجرؤ على اختطاف أميرة إلا أمير أو ملك. هذه مكائد السادة ضد بعضهم، ونحن لا شأن لنا بهم. يجب أن يعرف الأمير أننا مهتمون للأمر. عندما تقابله في المرة القادمة قل له إنك ليلة اختطاف أخته لم تنم، وإنك ذرفت الدموع حتى أغرقت بها وسادتك. أنت تسخر مني؟ أسخر منك، يعني أراك مستنفرا لتملق الأمير. التضامن بين الناس في الشدائد واجب وضرورة، ثم إنه يجب أن يعرف أننا نحبه وأن بإمكانه الاعتماد علينا في المستقبل في حال استعاد عرشه. بالضبط، المستقبل إلى جانب الأمير الذي سيصبح ملكا. عليك أن تحذر هذه النوعية من الأحلام، فإنها تفسد طوية الرجال.